احنا عم نقدم لكم عرض حصري على قياس كتير كبير فيكم تستفيدوا منه انتو كل افراد عائلتكم والضيوف، فيكم تاخدوه معكم تخييم، قصص كتير راح تستفيدوا منها مع استخدام المنتج اللي احنا مقدمينه لكم اليوم يون اير، اللي رح يغير مفهوم السراير التقليدية اللي هي بتتعبى بالهواء اللي نحن عم نشوفها بالماركت. اليوم توتا عندي هون بالاستوديو، اوكي، اخذاها ومثل ما عم تشوفوا انه جدا مرتاحة، شيز انجوينج هير تايم، بتقدر تنبسط، رفقاتها لما بيجوا البيت فيهم ان هم ما يزعجوها لان هي بغرفة نوم عندها سنجل بيت، بس هون عنا سرير كتير كبير وبنفس الوقت جدا مريح. وهلا رح اروح وعنا وللراحة عنوان. عن جد اليوم أنا وإنتي ميسة كتير مبسوطين ومرتاحين، وحتى بنوتك مبينة قدام استمتعة بوقتها. وعن جد طبعا التخت اللي نحن مقدمينه اليوم مريح بطريقة مانا طبيعية. ثانية، ها؟ ايه، شو رأيك؟ الثبات، ركزوا على الثبات، ها؟ يلا ركزوا على الثبات، شوفوا ولا تحرك. واو، كيفك انت؟ شو تمام الحمد لله. شو رايك احساسك؟ انا قاعده كنت هيك عم شوف موبايلي وانت عم تقدمي الحلقه، انا كثير بلاقي له استخدامات مختلفه، مثل مثلا عنا يكون عندك اكسترا اذا اجاكي طبعا ضيوف بالبيت. قولي لنا قصه المانيا. اي طبعا، نحن لما كنا عم ناخذ بريفينج عن الحلقه انا وانت، طبعا انا اهلي عايشين بالمانيا، تروح زورهم بيجيبوا كمان تخت اكسترا. بتعرفي البيوت بالمانيا غير هون، بتكون صغيره شوي، فما بيكون عندهم غرف مخصصه للضيوف، فبيكون في عندنا طبعا فرشه. فكنا عم نحكي انه اخر ساعتين بتكون سهرانه انا واخواتي وعائلتي، بنقضي اخر ساعتين نحن عم ننفخ طبعا وقت ليكون وقت نام انا، وما بتكون مريحه. بس لما عرفنا السر وراء هذا المنتج انا عن جد قلت واو بدي اشتريه واشحنه على المانيا، كثير مو حلو. اكزاكتلي. وفي نقطه كمان جدا مهمه، يعني هلا لما بيجينا ضيوف على البيت سماح، اول شيء بنعمله بنقول لهم انتوا الكم صدر البيت، صح؟ صح. فهم بيناموا يوجوالي، حتى اختي لما بتيجي عندي صح، هي بتنام بغرفتي وانا بنام على الكنبايه او على الارض. صح. هلا صار عندي يكون في البيت اكسترا بيت. صح. للضيوف فيها اكسترا بيت لحتى نقدر ان احنا نرتاح عليها ونبطل بقى ننام على الكنبايه. وهلا رح فرجيك الفرق ما بينها وما بين المنتجات التقليديه اللي بتشوفوها بالاسواق. اول شيء هيدا السرير اللي بيمتلئ بالهواء هو الوحيد بالسوق اللي جاي بارتفاع 45 سنتي، معنى هيك انه هو بيجي على مستوى الركبة. فانا اذا اجيت قعدت شوفوا مستوى، شايفين؟ ايه، ما بوطي هيك لتحت. يلا يسمع. ايه، انا حورجيهم الموجود بالاسواق واللي هو كمان بيعتبر احسن كواليتي موجوده بالسوق. شوفي الفرق، الارتفاع اللي بيوجع الظهر. انا تقريبا تخيلي لو حد عنده مشكله بالركبه، مشكله بالظهر، ديسك، واغلبيتهم اللي بيجوا بيكونوا اهالينا او امك او ابوك كبار بالعمر. صحيح. اللي بيشكل لهم وجع ظهر. صحيح. واللي ما عنده مشاكل بتخلق المشاكل اذا كان هذا هو التخت الزياده الموجود عنده. وشغله كمان فينا نستخدمه بالخيام بالمزارع. صح. انه عن جد كتير كتير عملي. هلا ننتقل لشغله تانية. اوكي، شغله من الشغلات اللي هي كتير تميز البرودكت نحن مقدمينه لكم اليوم هو الغطاء تبع الظهر او الظهر تبع السرير هيدا. واو. اول شيء مثل ما شايفين هو جدا مريح، فحتى لما بنحط نحن ظهرنا بنحس بالراحه. اكزاكتلي. بنحس بالراحه، يعني معناها ركزوا معي، بتحطوا مخده هون ما بتوقع المخده لورا. اوكي، ما بتوقع المخده لاي مكان، بتفضل ثابته بمحلها. سامح، هون شو؟ طيب. عندك هون عندي مثل اي تخت ثاني عادي موجود، غير انه هو جدا واطي، ما له شيء، يعني شو ما حطيته مخده او اي شيء، حتى يعني اغراضكم بتوقع، فانتم ما حتحسوا بالراحه. اوريدي هو ما في عنده شغلات كثير مهمه حنشرح عليها بعدين، غير انه بنضغط بياخذ حجمك بيوصلك للارض تقريبا. إجزاء. ما بتحسي حالك عن جد بتخت. انا حاسه حالي عم عذبك لاني حطاكي مع هيدا البرودكت. بعرف، بس والله المنتج عنا بيستاهل انه انا وانت اعجبنا فيه بطريقه طبيعيه. والسر بقى هون يكمن السر، ركزوا معي كثير منيح. السر اللي خلاني انا وسماح نفكر جديا ان احنا نشتري يون اير هو فكره الديفليتنج والانفليتنج، يعني صح، الجهاز بتقدري تنفخيه بالهواء من دون اي اكسترا اكسسوري، فقط في خمس دقائق.
وفيك تفرغي الهواء منه بكبسه زر، يعني لا بقى تنطي وتحاولي تعملي تنفخي وتشيلي هيك مثل الطرق التقليديه الموجوده انت عندك. هي عندي الطرق التقليديه اللي لازم انفخ فيها هي الفرشه، هي بهيدي الطريقه اللي طبعا معقده، حتى ما فيك انت تعمليها، لازم يكون في عندك رجل بالعيله يعني يساعدك. حتى شوفوا كيف انا علق بثيابي، كثير صعب يعني عمليته، ما انا سهله كثير صعبه، على عكس المنتج اللي عندنا الرائع. عن جد المنتج اللي عندنا الرائع اللي بثواني قليله بتقدري تحطيها طبعا بالكهرباء ومنتسخ خلال خمس دقائق. وفي شغلتين كمان يعني موجوده بهيدي، يعني هيدا الجهاز اللي مقدمين لكم او هيدا السرير اللي بيمتلئ بالهواء، تقنيات جدا متطوره. اول شيء في عندنا الشامبرز جوا، في عندنا شامبرز، هيدي الشامبرز بتخليكي وقت ما تنامي بياخذ شيب الجسم ما بيقلب معك السرير، هذاك السرير لو نمتي على طرفه هيك بتوقعي، لكن هون عندنا سبورت بفضل الشامبرز اللي عندنا اياهم هون. شغله ثانيه الماتيريال، هاي مزبوط هذا اللي عم نحكي عنه، الماتيريال اذا عم تقارنوها بينه وبين اي طبعا تخت ثاني، عندنا ماتيريال مثل الشاموا اللي موجوده هون، هي شو بتعمل؟ هي بتدعم اذا حطيتوا انتوا شرشف وغطيتوا التخت مثل اي تخت عادي، مثل ما انا قاعده توته هلا عليه وشايفين، مثل ما عم نشوف هي الحفه كمان كثير مهمه اللي عم نشوفها هون، اللي هي بتعطي كمان دعم وبتحافظ مثلا على الكوشنز او اي شيء نحن حاطينه الموجوده هون بكل سهوله. بصراحه شو رايك؟ انا بس بدي اخذ قلبه يا جماعه معكم. عن جد مريح كثير، كثير مريح، وشوفي مهما انا تحركت مستوى السرير واحد، يعني لو نمت هيك اوكي وبعدين انا وياك اثنين ما exactly. يعني في بالانس، في ولو نمت هيك كمان فيري ستيبل، ما بيتحرك معي ابدا بفضل توزيع الوزن المثالي. مزبوط، وهذا الشيء التقنيه خاصه بالمنتج اللي نحن عم نقدمه، مثل ما عم نشوف هون في عندنا طبعا 40 داعمه لضمان الراحه وتوزيع الوزن اللي شايفينه هون. غير هيدا كله انه هو سهل كثير. لا شوفي استني انا بايد واحده، 1 2 3. واو، يعني على قد ما انه موجود هو وعلى قد ما انه خفيف، يعني على قد ما في تقنيات جوا لكن هو سوبر خفيف. اوكي واو. هون السحر، هون بقى السحر. تتذكروا قلنا انه انفليتنج ديفليتنج، يعني بتقدروا تنفخوه بالهواء وتفرغوا الهواء فقط في خلال خمس دقائق. هيدا كله بفضل التقنيات المتطوره، وهيدا كله موجود بهيدا الجهاز. اذا انا هون محطوط على الاوف، اذا انا بدي اعبيه بالهواء بحطه على الانفليت، اذا انا بدي افرغ منه الهواء بحطه على الديفليت، وعندنا هيدا الجزء فيه بكل بساطه اوكي اطلع منه وايرات الكهرباء واوصله بالكهرباء. فينا تساعديني؟ يلا لانه هو من ناحيتك اكثر. اوكي حورجيهم كيف بكل سهوله بتقدروا تحطوه هون واير كهرباء، تحطوه بالكهرباء وخلال خمس دقائق بيكون انتلى بالهواء وصار مثل ما انتم بتحبوا، وبوقت بدكم تفرغوا منه الهواء بس بتفتحوا هذا المكان المخصص هون. بياخذ عنا حيز؟ يعني اذا فضينا الهواء بياخذ عنا حيز؟ لا حورجيكي كيف، بس لما تفضيه من الهواء بكل سهوله بنقدر نحطه بهي الباج الموجوده هون بكل سهوله، بس لما نفضيه من الهواء بنحطه بهيدي الباكس، وما بتخزنوه باي مكان انتم بتحبوه بالبيت بكل سهوله، وهذا اللي بيعطينا جماليه هذا المنتج مثل ما عم نشوف. عم نشوف سوا هلا على الشاشه كمان كثير من الميزات، قد ايه بيتحمل وزن كثير كبير اللي عم نشوف هون، وتخيلي قديش الوزن اللي عنا وبيقدر يستحمل، مثل ما عم نشوف هون حاطين اوزان كثير كبيره، ورغم هيدا الشيء عم نشوفه قديش موجود طبعا بيتحمل، يعني ما تاكلوها شو ما كان وزنكم فبيتحملوا، لانه بفضل ال 40 داعمه الموجوده ما بتخليه ينفس، ما بتخليه يصير مكان مضغوط اكثر من مكان. اختبروه ب 330,000 ضربه شديده وضل محافظ على طبعا الوزن. واو ميسا شو عم تعملي؟ انا بعرف بلعب كيك بوكسينج، بس كيك بوكسينج على طبعا نيون اير انا ما بعرف احكي. لا شوفي ها مش مزحه، وبعدين انا مش خفيفه يعني ولا نحيفه ولا بضحك عليكم، بس حبيت عن جد قد ايه بيتحمل وزن كثير كثير كبير. ما شاء الله ميسا، ما شاء الله شو قصدك، ما شاء الله قد ايه نطيتي عليه، يعني قد ايه نطينا. تخيلوا اطفالكم عم ينطوا ويلعبوا ويتحمل، لا وتخيلوا مثلا ثلاثه اربعه من الاطفال عم يلعبوا عليه كمان ما بيصير له ابدا اي شيء.
شيء، اي شخص نظنه كثير كبير ما بيصير اي شيء. تعالوا نشوف سوا هلا على الشاشه مع بعضنا كيفيه سهوله وعمليه بطريقه تعبئته بالهواء وحتى تفريغه من الهواء. عم نشوف هون بمجرد ما تحطوا الكيبل بالكهرباء مثل ما عم بتشوفوا هون، بتختاروا الكيبل وبتحطوه بالمكان المخصص له وبتشغلوه يعني بتشوفوا بتعايروا الوقت، ما بياخذ اكثر من 5 دقائق. اختبار السرعه، ما تعذبوا حالكم تمسكوا الاشياء المانيوال وتقعدوا تنفخوا وتوجعوا ايديكم. خلال 5 دقائق بتلاقوا طبعا التخت بلش ينتفخ بكل سهوله، وما بننسى كمان الهيد بورد له اللي كثير عمليه اللي ما بتخليه يختلف ابدا عن اي تخت عادي موجود عندنا. شو رايك بهالسرعه؟ انا الصراحه كثير حبيته، اول شيء لانه شكله سرير، يعني بالعاده لما بتشتري هيك نوع من السراير ما بيكون شكله سرير، بيكون شكله مرتبه، لكن هون تفريغه من الهواء كمان ليس ما بياخذ اقل من 5 دقائق، اكثر من 5 دقائق exactly. عفوا. والتخزين بكل سهوله بالباج اللي شفناها قبل شوي، يعني كل شيء بتحلموا فيه موجود بهيدا المنتج. وعلى فكره بس هيك اذا نحن حطينا هيك بيدنج كثير حلوه، ما حدا يفرق بينه وبين السرير الثاني والتقليدي. هلا خلينا نرجع نحكي اذا اجينا ضيوف للبيت شو فينا نعمل؟ هل مثلا نروح نشتري غرفة نوم؟ لا. هل نشتري المراتب التقليدية اللي هي بتوجع الظهر؟ لا. هل تعطيهم غرفة نومك وتنامي انت على الكنباية؟ كمان لا. هل انت فيك ان انت مثلا اذا رايحة مزرعة او رايحة شيء تشتري او هيك تعملي مثلا مبلغ او تدفعي مبلغ كثير كبير لحتى تقدري مثلا ان انت تحسي بالراحه وقت ما تروحي؟ لا، فيك تستخدمي يون اير لانه القياس اللي نحن مقدمينه لكم قياس كثير كبير، في كفي شخصين او 3 اطفال بكل رياحه. هيك هاو ار يو؟ شوفوا 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 كيف اجينا لعند توتا. ايوه شو حلو. ايوه توتا شوفوا يعني بنقدر نحن نشيلها. يس ايوه 3 اشخاص. يعني قد ايه عن جد العيله كلها فيها تقعد تحطوها بغرفه القعده وتحضروا تي في افلام انتم وعائلتكم. هلا صار اهلا وسهلا بالضيوف، ما عاد تتضايقوا ابدا يكون البيت حجمه قليل، او حتى تقولي ما عندي غرفه نوم زياده فما بدي اعزم الناس او ركع العزيمه شوي. انت ملاحظه 3 اشخاص اوكي قاعدين، 3 اشخاص حاطين ظهرهم على البورد من دون سبورت، من دون حيطه ورانا، ونحن كل السبورت. مزبوط. خلينا نرجع نتذكر الاوفر الرائع اللي مقدمين لكم اياه اليوم، احصلوا عليه مباشره. عم نشوف سوا على الشاشه مع بعضنا طبعا من ماركه جدا رائده، عم نقدم لكم تخت بحجم كثير كبير، بحجم بيسع العيله كلها، بسعر جدا تنافسي مقدمين لكم اياه على الشاشه. لحقوا حالكم لانه الكميه جدا محدوده، وعرض رائع بتكنولوجيا خطيره، واهم شيء خلال 5 دقائق بتعبى لوحده. شو بدهم احلى من هيك؟ ما بدنا احلى من هيك ابدا. صار وقت هلا ان انتم تشوفوا الارقام وتطلبوا اليوم يون اير، ما تروحوا اي محل، راجعين لكم مور فن مع يون اير. ما بقلكم يا جماعه صار في عمليه تنطيط 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 اوكي.
شوفوا النشاط، شوفوا عن جد مبدئيا شوفوا الثبات تبع يون اير، شوفوا قديش هي مبسوطه. حتى لو بدكم تجمعوا مثلا اطفال عندكم بالبيت ما في داعي تقلقوا وين رح يناموا، ومش بس رح يناموا لا وذي والهاف فن كمان. عن جد كثير حلو، انا ما عم صدق قد هي مستمتعه ومبسوطين كمان. عن جد بصراحة المنتج اللي عم نقدمه اليوم بيلبي كل احتياجات. صحيح، شوفوا قد ايه فرحة الأطفال بالبيت، يعني ما عم تاكلوهم إنه عم يكركبوا لكم البيت ولا عم يأذوا واحد من المفروشات، لأنه نحن لا عم نقدم لكم جودة جدا عالية. شو رأيك؟ وبنفس الوقت هو جدا جدا مريح. طبعا خليني أذكركم إنه هذا كله بفضل التقنية المتطورة، هذه التقنية بتسمح لك إن أنت تتحركي على اليون إير بطريقة جدا عملية. شوفوا أنا وين طلعت السماح. أنا مستعدين. سماح. يلا. If you're happy and you know it, jump, jump, jump. عن جد يعني نحن عم نطلع حتى بالشوز تبعنا، شوفوا قد ايه عن جد في ثبات، عم روح لورا ولقدام لورجيهم الثبات العالي الموجود هون، وانا طالعه بالشوز تبعي قد ايه قديش بنات نحن مبسوطين، طلعنا الطفوله اللي فينا اليوم. يعني مو بس توته نحن كمان بكل سهوله. اكزاكتلي. هلا خليني ارجع اذكركم انه ليش بيتحمل. بس نطي نطي. جمب جمب بدك جمب. يس جمب. هلا اطلع اعمل جمب معك كمان تعي توتا انا وانتي. هلا يلا جروب جمب جروب جمب. هيدا كله يا جماعه بسبب انه هو بيتحمل الوزن حتى 200 كيلو. ديري بالك سماحه تطلعي برا الفريم. هلا خلينا نشوف هيدا الفيديو مع بعض، هيدا الفيديو بيبين لكم قديش عن جد يون اير بيتحمل الوزن بطريقه جدا هيك مثاليه، مثل ما شايفين مهما كانت الاوزان اللي هي عم تطلع فوق السرير، وراح يضايقكم فترة كتير طويلة من دون ما يتأثر أبدا نسبة الهواء اللي موجودة باليون إير، بيعطيكي نفس الإفكت تبع السرير العادي. وبرجع بقول إن هيدا الجهاز جدا مناسب لو إجاك ضيوف على البيت، لو طلع مثلا تخييم، لو مثلا عندك حفلات عيد ميلاد وعندك سليب أوفر، عندك 10 أطفال، عندك 10 أطفال مثلا أختك إجتك. أهم شيء ميسا النقطة اللي عجبتنا كتير هي عملية تعبئة الهواء اللي عم نشوفها. صحيح. هون كتير سهلة بهذه الطريقة اللي شايفينها هون، هون بالمكان المخصص بتطلعوا عندكم هاد طبعا بتحطوه بالكهرباء وبتقوم عمليه التعبئه بكل سهوله بدون ما تعملوا اي جهد عضلي. صحيح. اما التفريغ كمان اسهل بهذا المكان، بتعملوه هيك وبتلاقوها طبعا. سماح بدها تفرغ لنا السرير انا بس عم بورجيهم كيف الحلقه. طبعا عمليه كثير سهله. صحيح. وكثير حلوه. واهم شيء من دون ابدا ما نعمل اي مجهود. هلا هيدا الشيء رح فرجيكم اياه كمان فيديو مره ثانيه لحتى افرجيكم انه عن جد ما في شيء ابدا بيتاثر، نحن بمجرد ما نحن نفتح السرير اوكي بالارض بهيدي الطريقه، فقط كل اللي علينا نعمله هو ان احنا نوصل الكهرباء. وهلا رح نشوف توقيت اكشلي لنعرف قديش بياخذ وقت معنا لحتى نقدر نعبي السرير بالهواء تماما ونقدر نحصل على نومه مريحه عكس اللي خبرتينا اياه سماح. بالعاده هو بياخذ ساعتين المنتجات التقليديه، لكن هون فقط في 5 دقائق بنقدر ان احنا نحصل على السرير تبعنا متعبى بالهواء وما بياخذ ابدا معنا حيز. يعني حتى يعني حتى بعد ما نفرغه من الهواء او نعبيه من الهواء لما نخلص في له باقي خصوصي بنقدر نخزنه فيها. هون عم نشوف كمان طريقه التعبئه اربع دقائق وثلاث ثواني و25 فريم. مزبوط. خلينا نرجع نتذكر السعر الرائع اللي مقدمين لكم اياه نحن المنتج اليوم مع بعضنا، سعر جدا تنافسي، الكميه جدا محدوده، لحقوا حالكم واشتروا من هذا المنتج لانه ما رح تلاقوا كثير منه، وايضا نحن بحاجه يكون عندنا هيك شيء بالبيت. هلا صار الوقت ان احنا نعطيكم فرصه ان انتم تتصلوا فينا وتحصلوا على يون اير المقدم لكم حصريا بسعر اكسكلوسيف واكيد كمياتنا محدوده، لهيك استغلوا الفرصه واحصلوا على يون اير الخاص فيكم اليوم. هلا راح نودعكم مني ومن سماح ومن توته، بنقول لكم باي.